أهلا وسهلا. كيفك حبيبي؟ عدنان أنت زعلان مني؟ إيه؟ بس أنا قلت لك قبل يومين كنتي عم تقولي رح تقتليها وعلى أساس ما عاد فيكي تتحمليها بنوب، وأنا مشان ما تزعلي قلت لك خلينا نشتري لها بيت بسرعة. وشو صار بعدين؟ صار الحق علي أنا يا سمر؟ وفيروز خانم قالت بدها تحكي معي وحبت تقلي إنه هي ما بدها تترك البيت، وأنت كمان بتقولي لي خليها هون أنا مالي حاببتها تروح وتسكن لحالها. شو هالتناقض؟ ليش عم تساوي معي هيك؟ أنا آسفة حبيبي، معك حق بس ما طلع بإيدي ساوي شي. صارت تترجاني وقالت لي إنه بدها تنتحر إذا بتضل لحالها. رح تضل زعلانة من القصة؟ أنا ما إلي علاقة بنوب. هي أمك يا سمر، ليش عم تاخدي إذن مني؟ ما عم آخذ إذن، أنا عم قلك. طيب هي تاني مرة بيصير هالشي وعم تحطيني بنفس الموقف. رجاءً عم ترجاكي لا تدخليني بينك وبين أمك. أنا آسفة وبوعدك إنه هذا الشيء ما يتكرر أبداً. إن شاء الله ما يتكرر. ولا تنسى إنه أنا متحملة ولدين بالبيت، وإنت كمان المفروض إنك تتحمل ماما شوي، مزبوط؟ يا عيب الشوم، لما تزوجتيني كنت بتعرفي إنه عندي ولدين، وإنت كمان كنت بتعرف إنه أنا عندي ماما. إيه نهال؟ بابا ما حدا خبرك شو صار؟ بشير بده يترك الشغل. ليش بده يترك الشغل؟ بسببي أنا، تنقرت أنا وياه و... بترجاك بابا أحكي معه ولا تخليه يترك الشغل. مع الأسف بشير مانو بحساباتي هلأ، عندي شغلات أهم منه. بس بشير مهم بالنسبة إلي. أنا آسفة ضايقتك. نهال لا تسكري. مو مشكلة، خلص بلاها. نهال أنا آسف يا بنتي، بس أنا معصب كتير من شغلة تانية، في مشكلة كبيرة عندي وما عم لاقي لها حل. ماشي فهمت، هلأ بحكي معه. شكرا بابا. سمر لوين رايحة؟ صدت نفسي عن الأكل وما عاد بدي أتغدى. ما في داعي لهالحكي، خلينا نحل المشكلة. حبيبي أنا ماني حابة أحكي معك ولا كلمة وأنت بهي الحالة، بس تهدى شوي بنحكي بالموضوع، بخاطرك حبيبي.